في الفيديو الجديد سوف نتعرف على برنامج الإحصاء أسيز. النقاط اللي نتكلم فيها هي حذف أستاذ من أسيز، إضافة أستاذ أو استقبال الأستاذ. ثم عندنا مسك استعمال الزمان بالنسبة للأستاذ أسيز. ثم استخراج لائحة العامل بالمؤسسة، لائحة العامل المؤسسة سواء كانت مؤسسة مستقلة أو مجموعة مدارس. ثم إضافة أستاذ بمسار. إذن أول حاجة غادي نمشيو لأسيز، إذا غنمشيو للعنوان هو هذا، نديرو نخليكم العنوان في الوصف. This is من إذا كندخلو لهاد المنصة هذه. إذا هنا هذا هو This is النسخة الثانية، لأن النسخة الثانية اللي كنخدمو بها بزاف، ولكن غنحتاجو النسخة القديمة باش نخرج منا واحد اللائحة ديال الأساتذة بالنسبة إلا كانت عندنا مجموعة مدرسية، باش يخرج لنا عندنا جلوبال ديال جميع المؤسسات. إذا هادو غنكون في آخر الفيديو إن شاء الله غنشوفوها. إذا هنا دخلنا ندخل أسيز، أسيز كندخلو ليه بنفس المعلومات ديال كود مسار، بليمايل تاني بو أم أو كود مسار. ندخل هنا كنمشيو لدوني مسار، كنمشيو لدوني كوليكت، وغنمشي لموديل ار اش. اذا هنا ملي كنبغي ندير التغيير ديال اما حذف ولا اضافه ولا استاذ، كنمشي لهاد اونسيمون دي زافيكتاسيون، اونسيمون دي زافيكتاسيون. هنا كاين شي واحد غادي يهبط هكذا مع الجنب، مغيبانش ليه، اشنو مغيبانش ليه، مغيبانش ليه اجوتي ولا شحال، يقول باقي ما خدامش. لا، اذا غتكليكي هنا، كليكي هنا ونهبط بالاسهم، اولا كانت عندنا صغيرين ندوبل وغيهبط ليا غتبان ليا هادي اجوتي اون افيكتاسيون كريي لا افيكتي، وعندنا سوبريمي. اذا بالنسبه لسوبريمي كنمشي الا بغيت كنتاكد من الاستاذ اللي انتقل، كنمشي نكوشي هنا قدامه وكندير سوبري سوبريمي. من غندير سوبريمي غيخرج واحد الميساج غياكد عليا، غندير وي. اذا هذا هي حذف. بالنسبه لاجوتي يعني شي استاذ نتعقل وجا عندي بغيت نستقبلو، اذا غنمشي هنا باش غندير البحث. اذا هو من الاحسن غندير السميه بالعربيه والفرنسيه ديالو مثلا هذا، وغندير البطاقه التعريف الوطنيه، ثم ندير رقم التاجير، ومن بعد غندير ريسيرش. يقدر ما يطلعش، وبعض احيانا بعض المرات كنديرو غير ندير ريسيرش غير بالبطاقه الوطنيه، ندير ريسيرش غير بالبطاقه الوطنيه. الا كان باقي داك الاستاذ، الا كان باقي هذاك الاستاذ كانت مؤسسه اخرى باقي ما طلقوش، واخا غادي نستقبلو ما غيكونش مع هذا، ما غيكونش افيتاسيون برينسيپ، غيكون في هذه اون كور دو فاليداسيون. هنا غتلقى مكتوب هنا واحد وطلع لك سميتو هنايا. هذا اش كيعني؟ كيعني بان الاستاذ راه باقي المدير اللي قبل اللي كان عنده قبل باقي ماسكو في مسار، خاصو يمسحو باش يتحيد من هنا ويرجع لهاد اللائحه الاصليه. دابا بالنسبه الا بغينا عندنا تعيين جديد، تعيين جديد كنمشي ندير كري. تعيين جديد هو بحالها، اذا هو بحالو بحال الشكل ديال المسار. دابا ملي كيكون عندنا الاستاذ كنجي، اذا باش ندخل الاستاذ انا اول مره تجي جديد غنكتب السميه والكنيه ديالها بالفرنسيه، نحاول يكون نقولهم تكونوا صحاح، والبطاقه الوطنيه، رقم التاجير ما نديروش لانه باقي ما عندوش رقم التاجير. وغنجي هنا الفونكسيون غادي نقلب على ديريكت هنا اونسيون او ان، اذا هاي اونسيون اون كلاس اختار لي، وغندير انجوجيستري. من غندير انجوجيستري انا راه ولكن باقي ما كملتش المعلومات، من غندير هاد المعلومات هكذا ونسجلو غادي نرجع. فين نرجع؟ نرجع لهنا الموديل اراج، ولكن هاد المرة غنمشي للائحة الثانية، غنمشي لاليست اللي كاينة في الثانية هنا باش ندخل ليه المعلومات ديالو. هو راه بحالو بحال المشكل ديال التلامذ. بالنسبة للتلميذ ملي كندخلو أول مرة كنسجلو، راه كنسجلو غير بالسمية والكنية والجنس وتاريخ الزيادة كنسجلو، ومن بعد كنمشي لبطاقة التلميذ وكندخل عاد باش كنبدا ندخل ليه المعلومات ديال الوالي ديالو، الأب ديالو، الأم ديالو، معلومات كاملة، وكنبقى ندير حل. نفس الشيء هنايا، إذا هنا غنجي هنا وغندير بحث، كندير بحث على كلشي. ملي غندير بحث غيخرج لي كاع الاسئله عندي، وغنجي لقدام هذاك الاستاذ اللي يلاه دخلته انا، وكاين هنايا ندير سيليكسيون
سيليكسيوني هنايا وندخل. من غندخل هنا غنبدا نزيد ليك المعلومات ديالو كاملين. الى شفتو هنايا عندنا المعلومات، البطاقه الوطنيه غنكون مدخلها، رقم التاجيل غيكون باقي خاوي، غيكون خليه خاوي. ندخل لي السميه بالعربيه، ندخل لي تاريخ الزياد، مكان الزياد، الجنس ديالو، الجنسيه، الوضعيه العائليه، واش هو متزوج ولا لا، كاين العنوان، كاين المدينه، كاين كلشي، من التليفون كلشي. كندوز للثانيه دوني ادمنستراتيف، هنا كنجي، هنا كنجي كاين تاريخ التوظيف، وكاين عندنا تاريخ التوظيف ديالو، كاين تاريخ اقدامي في الاداره، كاين الاطار، كاين تاريخ الاطار الجديد مثلا. دابا بالنسبه للموظف الجديد غيكون نفس التاريخ ديالهم كامل، هو ده التاريخ ديال الالتحاق بالعمل. وكنوضع ليه عاوتاني، كنختار هنا كلشي، هاد عاد باش نبدا نعمر هادشي كامل. وكندير ثاني حفظ، كندوز ثاني للديبلوم، الا كان عنده شي ديبلوم كندير الديبلوم ديالو. هذا غالبا غتكون عنده الاجازه، ونشوف التاريخ ديال المسك ديالها، وشنو هو ديبلوم بروفيسيونيل مثلا، غندير ليه ديبلوم ديال المركز، خرج من المركز. وتما غنجي في الاخر عندنا دوني بروفيسيونيل، حتى هما عندنا فيهم، وما غيطلعوا ليا يعني التاريخ ديال، يقدر مثلا هادير ممكن هاد القضيه، المعلومات كنغيرهم حتى بالنسبه لذاك الاستاذ اللي جا عندي جديد، اللي جا عندي في حركه، اللي جا عندي في حركه ضروري خاصني نمشي ونغير ليه، حيت غنمشي غنلقاه من غنستقبلو عندي، ما غنلقاش ليه. غنشوف خاصني نشوف امتى دخل المديريه، وامتى دخل ديك المؤسسه، يقدر يكون عنده تاريخ مديري، يعني هو كان في نفس المديريه غير جا عندي، اذا غنغير ليه، نغير تاريخ التحاق بالمؤسسه. وكنجي لاخر هاد النقطه هادي ديال باسك استعمال في اوسيز، غنشوفوها هنا، غنجي في الاخر، الاخر ديال البلاصه اللي كاين عندنا فيها دوني بروفيسيونيل، نهبط لتحت وعندي هنايا طابلو، هنا غنجي هنايا نختار السيكل بريمير، وغنختار ليه المستوى، واش الاول الثاني الثالث الرابع، اش كيقري مثلا، غندير الاول هنا، الاول كيقري مثلا، بحال مثلا الا كان عندنا الاول كيقري الاول والثاني، يقدر يكون عندنا مثلا التخصص ان الاول والثاني، عندنا واحد كيقرا فرنسي وواحد كيقرا عربيه. اذا غندير هنا الاول كيقرا الاول والثاني، وندير هنا اجوتي، ارجع برت، اذا هنا غنختار عاوتاني بريمير، وغنختار ليه هنا عاوتاني غيقرا دابا الثاني، ولكن هنا بجوج كيقريهم مثلا، كيقريهم العربي هنا جينيرال، جينيرال بجوجهم. وغنجي هنا ديسيبلين، غنقرا هنا انه كيقريهم هنا العربيه، وهذا كيقرا العربيه، الاستاذ الاخر غندير ليه فرنسي. اذا شحال تاع عدد الاقسام، عدد الاقسام هنا واحد، وهنايا واحد، وكاين عدد السوايع، حنا عندنا استاذ اخر غندير 15، وهنا 15، فهم. اذا كان عندي مثلا بحال، لان نقدر مثلا يكون هذا كيقرر غير تحضيري عربي وفرنسي، غنختار ليه غير تحضيري، وهذا عربي فرنسي، ما نختارش، ما نديرش ليه 15 عربيه و15 فرنسي. علاش؟ الا درتها من غادي نخرج ديك اللائحه ديال العاملين بالمؤسسه، غيخرج ليهم دوبل السميه ديالهم، دوبل جوج مرات. اذا دائما الاستاذ اللي كان كيقرر العربيه خاص غير العربيه بوحدها، مثلا بحال هنا في التخصص كيقرر مثلا العربيه في التحضيري، وكيقرر العربيه في الثاني، ولا كيقرر مثلا العربيه في السادس، والعربيه في الخامس، شادين قسم. اذا هنا ندير عربيه، كان كيقرر عربيه وفرنسيه غندير ليه كلشي فرنسيه، لان حتى في المفتش، حتى في التفتيش الا كان كيقرر عربيه راه كيقول مع مفتش عربيه، اذا كان كيقرر عربيه وفرنسيه يعني بيلانك، ولا عنده مثلا قسم مشترك يقرا عربيه فرنسيه، راه كنحسبوه دائما على الفرنسي. هنا ما نديروش ليه جوج لغات، عربيه وفرنسيه، غندير ليه اما العربيه واما الفرنسيه، ما نديرش ليه عربيه وفرنسيه، واخا كيقريهم هو في الواقع كيقري هادو عربيه وهادو وكيقري ثاني فرنسي، ولكن كنجمع ليه كلشي فرنسيه. اذا كان عندي مثلا ثلاثه المستوى، ثاني غنختار، ومن هنا بالنسبه للسوايع خاصني ندير، غندير 10 10 10، وكندير حفظ، وكندير هنا حفظ. الان دابا بالنسبه ل، شوف النقطه المواليه، استخراج لائحه العامل المؤسسه. اذا العامل المؤسسه كتجي واحد الوقيته، لان المديريه كيطلبوا منك واحد لا ليست بيرسونال ديال، يعني اللي في وضعيه نظاميه، وغير يعني مثلا يعني اللي خدام واللي ما خدامينش، مثلا اما عنده عازل ولا شي حاجه. كنخرج واحد اللائحه، كنمشي هنا موديل اراش دائما، وكنمشيو هنا فيريفيكاسيون دي دوني بور لو باساج على كارت سكولير. وهنا غنحدد هادي بريمير، ودائما هنا انا بس انا كنخدم هنا في مجموعه مدرسيه، كنمشي كنخدم دائما على السونتر، على المركزيه. هنا هادو كاين بزاف ديال الاحصائيات ديال التلامات ديال لي صال ديال، وغنجي لهاد الاخر، هادي عندنا بيرسونال، هنا ليست دو بيرسونال دو ليتابليسمون اي
دو سيزون اكس يعني داخل حتى اللائحه ديال الفرعيات من غندخل ليها. راه كاينه بي دي اف وكاينه اكسل. اذا نشوف بي دي اف هذه لائحه ديال الاساتذه، هذه لائحه ديال الاساتذه ديال المؤسسه. بحال مثلا عندي في المؤسسه فيها 13، عندي 12 استاذ وكاين انا هو 13، يعني انا كيكون في المعلومات ديال كلشي حتى المدير. كاين المدير وهنا الوضعيه ديال البوزيسيون شنو كاين، خاصها تكون اون اكتيفيتي. وكتخرج لنا لائحه اخرى ماشي من هنا. دابا هذه غير لائحه ديال الاجزاء، هذه ممكن انني نخدم بها نعلقها في الصبر المرجعيه. ولكن كاين واحد اللائحه كتطلبها المديريه، هي اللي بغي نوريها لكم دابا. غادي نرجعوا هنا للموديل الخاص. اذا هنا اللي كاين علاش غنستعملوا السيز القديم، غنوريكم كيفاش. علاش لا ماشي هنا، لا ماشي هنا. اذا غنهبط لتحت ونخرج هاد. دائما لما بغيت تخرج لي من هنا كنكليكي غير الوسط وكنهبط لي فلاش. ها هي كتخرج لنا هاد. هنا كتعطينا ليست دي بيرسون ديال لابليسمون، هنا بوزيسيون ريغولييغ وهنا بوزيسيون ايريغولييغ. هاد ايريغولييغ نورمالمون خاصها تخرج لك خاويه الا كان عندك وضعيه عاديه، يعني ما كاين حتى شي. اذا هادو هما اذا لا كليكينا هنا. دابا هنا اش غيوقع؟ لاحظوا معايا دابا هنا غنخرج هنا البوزيسيون اش غيخرج ليا. انا عندي مجموعه مدرسيه وهنا انا في المركز، ما غيخرجش ليا الاساتذه كاملين. اش غيخرج ليا؟ شوف خرجوا لي غير 6 الاساتذه والمدير معاهم، يعني هنا 7 ديال المركز. وهذه هي اللي كيبغيو في المديريه، ولكن هنا ما عطانيش شي المجموعه المدرسيه كامله. اذا هنا اش كندير؟ كنرجع وكنمشي ندخل ريفير هاد اللي هي، انا غادي نخليهم لكم في. كندخل هذا بحال الاستاذ القديم، وهاد الاستاذ القديم باش كندخلوا ليه؟ كندخلوا ليه او ريفيرسيال ريفيرونسيال راش، كندخلوا ليه هذا بكود غريزا. كود غريزا لان غريزا كاين واحد الموقع اخر عاوتاني ديال الاحصاء الخاص بالبنيه التحتيه ديال المؤسسه. وهنا كنجي هنا ليست نوميناتيف دي بيرسون. اذا هنا غنخرجوا هاد ليست بحال نفس اللوائح، ولكن هنا غنشوفوا الفرق بيناتهم. غنخرجوا هادي اللائحة هنا، غنشوف الفرق بين هادي وهادي. الأولى اللي شنا غنشوفو هاد التاني. هادا إذا لاحظو هنا عطاتنا جوج ربعة ستة ثمانية عشرة اثناش تلطاش، أخرى خرجت لنا غير ديال المركز. هنا جمعنا الفرعيات وكلشي. وإلا رجعنا لهذا التاني غتخرج لنا هادي خاوية، هادي ديال نحل أسدا لي بودية غير نظامية مثلا، كتخرج خاوية هادي. ولكن في المديرية يعني كتاخد هاديك وهاديك بجوجهم كتسنيهم كتصيفط، كتصيفط هادي خاوية وكتصيفط أخرى عامرة. دابا غادي نرجعو، غنرجعو دابا نشوفو، نشوف النقطة الأخيرة اللي عندنا. إضافة أستاذ مسار كمستخدم. إذا قلنا هنا مسار، عندنا في مسار، عندنا في مسار بالنسبة للأساتذة كنضيفهم في مسار كمستخدم، يعني أنه تا هو الأستاذ كيكون عنده مود باس ديالو وكيدخل باش كيمسك لينا النقاط ولا الغياب، كيمسك لينا النقاط ولا الغياب. اذا باش نمسكو النقاط الغياب خاصو يكون عندو، باش ندخلو انا المسكو كان عندي جديد خاصو باش ندخلو، غندخلو الايميل ديالو داك اللي فيه نو بخينو اروباس تعليم بوان ام. بالنسبه الا كان عندي استاذ انا، علاش الا كان عندي استاذ جديد؟ اذا هنا كنمشي الاداره، لا ماشي هنا، اذا غنمشي هنا الدخول المدرسي. إلا بغيت نضيف إضافة لائحة المستخدمين، لأن هنا خرج دابا غادي نتعاود نتكونيكتا خرج. إذا هنا كنهبط الإدارة، كاين عندنا إعادة تهيئة كلمة المرور ديال المدرسين. بالنسبة للأجزاء مثلا يقدر يكون مثلا يقول لك نسيت الكود مابقاش عندي الكود، كتجي هنايا كنلقى هاد اللائحة ديال الأجزاء. هاد الأجزاء هاد اللائحة هادي راه هي اللي كيجيبها من أوسيز، دوك اللي كاين في أوسيز هما كيطلعو لك هنا. هذا بالنسبة للفرعية وبالنسبة للمدرسة المستقلة. إذا داكشي اللي كيكون في أوسيز هو اللي كيطلع لك هنا، مايمكنش يطلع لك شي أستاذ وأنت ما ماسكوش في أوسيز. إذا كتختار مثلا شي أستاذ
وكتجي هنا كيكون عندك هنا رقم تأجير ديالو، البطاقة الوطنية، الإيميل ديالو واللغة الفرنسية، وعندك هنا القن السري. هذا القن السري كدير ليه إعادة تهيئة. أش كتعني إعادة تهيئة؟ إذا هذا هو القن اللي غيولي خدام. إذا ما غندير أنا إعادة تهيئة، داك الكود اللي كان عندي قبل مابقاش خدام، إذا غنهز هذا الكود هذا هو اللي غنصيفطو ليه. ولكن أنا واحد الطريقة اللي كندير، حيت دابا ما كنصيفط هذا الكود، لأن هذا الكود كيكونوا فيه أرقام، شي كبير شي صغير، إذا ما كيتحفظش ولا إذا، وأصلا كيكون غير مؤقت. أنا باش نتفادى هادشي كامل أش كندير؟ كناخد هاد، كنفتح صفحة جديدة في موتور ريشارش آخر، نقدر مثلا نخدم في كروم كنفتح مثلا، ولا غير في كروم وكنمشي مثلا كناخد مثلا فايرفوكس ولا شي حاجة كنفتحها، ولا نفتح في التليفون وكان بحال باغي ندخل بسميتو هو، كناخد هاد الإيميل تعليم بوهم أو كندخل ليه، كندخل بهذا وكندخل بهذا الكود، وهذا الكود من يلاه من كتكون طبيعي أول مرة كيقول لك غيره. أش كندير؟ كندير هذا وكنعاود ندير واحد آخر جديد صغير ساهل، مثلا نقدر ندير لي جوج حروف من سميتو الأولى، وندير ايروباز جوج ديال ايروباز 3 4 5 وش حاجه. اذا كندير لي واحد الكود كنصيفطو لي، كنقول لي هانت هذا هو الكود، وكندخل انا كنتاكد، كندخل بان كنتاكد راه هو خدام، هو خدام باش ما يقولش لي راه ما خدامش شي كود ولا شي حاجه، اللهم كنخدم به وكنتاكد بانه راه خدام. ومن بعد كنصيفطو ليه وكنقول ليه بدلو، بدل المود باس ديالك، لانه هو خايب بدل المود باس، انا اصلا يعني ما كينساه، راه كنرد نعطيه اعاده تهيئه ديالو. اذا هنا قلنا هذا اعاده تهيئه، كنرجع هنايا الاداره، عندنا اعاده تهيئه لكلمه المرور، وهنا لائحه المستخدمين. هذا المستخدم انا عندي شي استاذ باقي جديد، بالنسبه للمؤسسه اللي يلاه جاب توظيف جديد راه ما يمكنش يدخلوا. اذا اش العمليه اش خاصني ندير الاولى؟ هو انني خاصني نمسكو في اوسيز، ندخل اسم، لان من هذاك اوسيز هو اللي غيجيب لنا الايميل، هما تما غيتصايب لي من الايميل، والمديريه من بعد هي اللي كتصايب لي من الايميل، الاكاديميه كتصايب لي الايميل على هذوك السميه، كتاخذ السميه والكنيه ديالو. وإلا كان ربع المرات كنلقاو مثلا هذاك السميه والكنيه وزيد قدام واحد جوج، لان عنده نفس السميه مع شي واحد اخر كيغيروهم باش ما يكونوش متشابهين غير بواحد الرقم. اذا من بعد من كيجي ما بالنسبه للاستاذ جديد هذا، باش كناخذ الايميل من المديريه، كنجي كندخل الايميل ديالو هنايا، كندخل الايميل ديالو مثلا بحال هكذا، وكندير دابا هنا هذوك اللي كندير اضافه. الا جيت هنايا مباشره بلا ما ندخل هذا، بلا ما ندخل هذا، جيت مباشره ودرت بحث، غيخرجوا لي المستخدمين اللي عندي في المؤسسه، دوك الاسئله اللي عندي في المؤسسه. ولا بغيت نغير لشي واحد كنزيد قدامه، كنجي كاين واحد السيلو قدامه كندخل ليه هنا، كان كيعطيني هو، كنغير ليه الوضعيه ديالو واش بغيت. لان نعطيكم مثال، اذا انا لا انا نوع الحساب ولكن غير، كاين عندنا استاذ حساب ناظر مؤسسه، كل مستخدم مؤسسه ولا مساعد، الا عطيتو استاذ هذاك المود باس شنو يدير به؟ غيدخل به، غيدخل غير يشوف غير النقاط. الا درت لي استاذ، الا درت لي استاذ ودرت حفظ، اذا انا غنشوف هنا شنو هما الصلاحيات اللي عنده في مسار اللي غيدخل بها. كنهبطوا هنا لتحت نشوف الوظائف الدخول المدرسي، اش كيكون عنده في الدخول المدرسي؟ كاين الرموز السريه ديال التلام، ممكن يعرضها وممكن يغيرها، التغيير ديال اعاده التهيئه مثلا تلميذ. واشنو اخرى عنده عاوتاني في التقييم؟ عنده هذا اوتوماتيكمون كيعطيه لي مسار، ماسك نقاط المراقبه المستمره كيمسكهم ويغيرهم، وماسك نقاط الامتحان، وعندنا دفتر النصوص لان هذا اللي باقي ما تفعلش، يعني هادشي اللي كيعطيه. بالنسبه للاداره ما كاين حتى حاجه، ما عطيه والو، هذه كتبقى ديال المدير. بالنسبه للموارد البشريه ما كيعطيش، بالنسبه للتوجيه، التوجيه كيكون ماسك ملاحظه التوجيه، ده هنا ما كيمسكش طلب التوجيه ولكن كيمسك غير ملاحظه التوجيه. وكنجيو هنا للدعم الاجتماعي ما كاين حتى حاجه، ما كيمسكش. وممكن نجيو هنا حتى المشروع المؤسسي ما كاين حتى حاجه عنده. اذا انا ما كنعطيه استاذ راه هادو هما الصلاحيات اللي كاين. ولكن بحال المرات انا كيكون عندي مثلا مدير مساعد في الفرعيه، الا كان عندي مدير مساعد غنمشي غندير ليه هنا مساعد، وغادي نمشي نغير ليه شنو غيكون. مثلا غنمشي هنايا الدخول المدرسي، انا اش بغيت نعطيه؟ مثلا غيسجل ليه التلام ديال التعليم الاول، استقبال التلام، مسك مثلا مسك الغياب. المشكل ديال مسك الغياب، انا الاستاذ انه خاصو يمسك الغياب، فما صار درت لي استاذ ما غيمسكش الغياب، ولكن خاصني ندير لي مساعد ونمشي نعطيه مسك الغياب ديال التلميذ، غياب الشهري من سالي الشهر يمسك لي الغياب في فرنسا، فهم. عاوتاني نقدر مثلا كيكون عندي هنا كيكون عندي وظائف، وظائف النظام كاين عندنا الاقسام والمواد، لجنه الاقسام والمواد، نقدر مثلا حيت ما كندير لي استاذ يعني الاستاذ غيدخل غير دوك المستوى اللي كيقري، ولكن انا مثلا عندي مساعد مدير كاين في الفرعيه، راه بغيتو يدخل يشوف المستويات كاملين، يدخل يشوف الغياب كاملين مثلا. هنا كنجي كنضيف ليه المستويات،
كنضيف ليه اضافه مثلا، نضيف ليه عنده مثلا المستوى الاول وهما المواد اللي غادي نخليهم النقاط، وغنجي المستوى الاخر عاوتاني كنحدد لينا المواد وكندير اضافه، كنحدد هذا مثلا غادي ندخل هذا اليوم عندنا مثلا يمكنناش رياضيات، كنعطي مثلا المواد كاملين غندير هنا اضافه. هو الضاف عنده المستوى الثاني، يعني صراحه انه يدخل المستوى الثاني واخا ما كيقريش ممكن نعطيه ليه. هذه في حاله ديال مثلا اللي كان عندك اللي فيكتيف بزاف شي حاجه وكتبغي تحدد تزيد شي حاجه ومن بعد كتحيدها لي، يعني انت كتحكم المسار وكتحكم في الخدمه اللي غيدير الاستاذ في المسار. اذا ما كندير هذا الشيء كامل كنعاود عندي عمليه اخرى عاوتاني ديال توزيع الاسئله الاقسام، كنمشي للتقييم وكندير تهيئه المواد. هنا كاين المواد غير المعممه والمواد المعفيه. المواد غير المعممه هي يعني المواد ما كتقراش في المدارس كامله، بحال المثال اللي عندنا على الخانة اللي دابا غنلقاو هي الامازيغيه. اذا الامازيغيه دابا كاينش مؤسسات فيهم الامازيغيه، كاين اللي ما فيهمش امازيغيه. اذا كان جينا كنختار داك المستوى وكندير الطبله كندير هنا القسم كندير بحث. هنا هذا حنا دابا حنا في موسم جديد رقم ما كطلعش، ولكن رجعت الموسم اللي العام فات غتبان ليا، تبان ليا في مواد معممه وغير معممه. اذا هنا مثلا الطبله اذا هاي الامازيغيه، اذا خاصني نكون ندير كوشي كامل خاصني نحيدها ليهم. الا ما كانش كتقرا كانت كتقرا عندي خاصني نكوشيها باش تطلع عندي في ليبيل حتى ويدخل لها النقاط ديالها. بالنسبه عندنا المواد المعفيه، المواد المعفيه كاينه ماده واحده اللي كتكون معفيه، شنو هي؟ الماده ديال التربيه البدنيه، خاصو يجيب لي شهاده طبيه بانهم غاش باش انا ما نحطش ليه النقط، لانه الا ما كانش كيلعب غادي نحط ليه صفر ولكن غتاثر لي على النقاط الاخرين. اذا انا غندير ليه اعفاء من ديك الماده هي تربيه بدنيه، غنمشي نكوش الى التلميذ قدامه بانهم كيلعبوا تربيه بدنيه غندير ليه اعفاء وما غاديش تطلع ليه في النتيجه في ليبيل. دابا غنشوفوا توزيع الاسئله على الاقسام، يعني الاسئله على الاقسام يعني كل استاذ شنو المواد اللي كيقري، وهاد المواد ما كنوزعهم هما اللي غيبانوا ليه في ملي غيبدا يدخل مراقبه مستمره غيبداو يدخل لك المواد. بعض المرات الاستاذ كيبان لك يقول لك عيط كيقول لك انا ما كيبانوش ليا ما كتبانش ليا، ما كنبغي ندخل النقاط ديال الاجتماعيات ما كيطلعوش ليا التاريخ الجغرافي. اذا علاش؟ لان هنا في التوزيع ما استندتش ليه المادة الاجتماعية لهذاك الأستاذ. إذا توزيع الأستاذ كنمشي كندير دخول توزيع الأستاذ، نتراجع على الموسم اللي حنا فيه دابا، كنمشي نختار المستوى كنختار، لأن هنا كيعطيو لي اللغات عندي العربية الفرنسية الأمازيغية الرياضية التربية الإسلامية التربية البدنية النشاط العلمي التربية الفنية. هذا بالنسبة للإبتدائي، وبالنسبة للأسئلة الأخرى تاهما راه كيطلعو لك هاد اللغات كاملين على حساب اللغات اللي كيقراو تما على حساب السلك. إذا عندي التاني مستوى اللغة العربية غندير بحث، كيجي هنا كيعطيني خاويه او المستوى الثاني شكون غادي يقري ما عرفتش. من كنكليكي هنا كيعطيني اللائحه ديال الاسئله اللي كاين عندي في ديك المؤسسه. انا كنمشي نختار الاستاذ اللي غيقري هذيك اللي كيقري داك المستوى اللي انا سنت ليه، وغنعرف شكون اللي غيقري العربيه، وكندير حفظ وكندوز ماده حتى كنسالي هذا القسم. كاين واحد الحاله اما كيكون عندي اقسام مشتركه، راه غير من كندير الاستاذ مثلا عندي قسم مشترك فيه الاول والثاني، غير من كندير الاسناد ديال المستوى الاول راه اوتوماتيكمون كندير الثاني. علاش؟ لان مثلا الا كان المستوى الاول كيقرا عربيه عند واحد الاستاذ راه اوتوماتيكمون غيقرا عند نفس الاستاذ. اذا ممكن نمسك هذا الاول راه غنجي للثاني كلهم غادي نلقى، ملي غندير بحث في الاول كلهم غادي نلقى عندهم السميه ديال داك الاستاذ اللي كان. هذه في حاله الاقسام المشتركه، اما الاقسام الاخرين يعني خاصك تدوز قسم ديال اسناد المستوى. اذا الى هنا طولت عليكم شويه ولكن هذا الشيء كيبغي الشرح. نتمنى نكون فدتكم، والى عجبكم الفيديو ولا خاصكم اي حاجه خليوها لي في التعليق، وباقي الفيديوهات ان شاء الله جايين باش نشرحو كاملين. وتهلاو فرصكم، الله يعاونكم.